شاء الله هذه السنة بكثرة يعني في مارب الحمد لله زي ما كل سنة. السنة الإقبالية كثيرة جدا والناس زبائن رائقين جدا، يختلف على كل سنة. الآن مارب تتغير بشكل غير طبيعي عن الأيام الماضية. أحسب لها الساعة أحسب لها الساعة حقيقة الأمر يعني هذه السنة يشهد ازدحام كثير جدا، خصوصا في السنة هذه، يعني اختلافا بالأعوام السابقة ازدحام سكاني. احنا قمنا بتخفيض أسعار جدا لعشان المواطنين، هناك نازحين نقوم بمساعدة المواطنين كامل. والازدحام بالنسبة للازدحام يعني ازدحام كثير جدا لم تشهدها مارب من قبل، والأوضاع تمام حلو جدا. طلبات اللازمة نحن قمنا بتوفير مستلزمات طلبات المواطنين، يعني الآن الأسواق في مارب تختلف عن المحافظات الباقية. البضاعة نجيبها من صنعاء، هناك عائق أساسي يعني تسبب بها المحافظة ومشكلة الطرقات. الآن البضاعة توصل من صنعاء تستمر 3 أيام بالخط، ما يؤدي إلى عرقلة بعض المواطنين، عدم توفير البضائع وأشياء ثانية. هذا الكلام. الفرق يعني بين السنة الأولى وهذه السنة 300%. كل سنة عندنا الموسم شعبان ورمضان وفرق العيدين، لكن هذه السنة بفضل الله عز وجل من بعد العرفة لهذا الحين موسم واصل، يعني سوق له الحمد ربي وله الشكر. فرق بين الملابس، بين الحذايا، بين الرجالي النسائي، كل سوق يعني شغال الحمد لله. اللهم انه ايش بتحلبطنا مسافة الطريق، يعني مثلا البضاعة الذي كنا نديها مثلا نشتريها من صنعاء اليوم تصلنا اليوم الثاني صبح، هذا اليوم بتصلنا لا بعد 4 أيام مع طول الخط والحلبطة في الطرقات ومدري ايش. الشيء الثاني مع غلاء الاسعار يعني بتكون مفاحسة بينك انت والزبون، لا الزبون مقتنع مثلا بالسعر الذي بتدي له ولا صاحب المحل مستفيد مثلا بالمبلغ الذي بيتخيل الزبون، يعني كلها. بس فوق هذا الحمد لله يعني احسن محافظة ماشية يعني بفضل الله عز وجل. الاسعار يعني بحاجة مثلا الفرق به فرق يعني من يعني حوالي 20% او 30% زيادة، هذا طبعا من الـ من الـ من الوكيل نفسه او من المستورد نفسه، ما هي شيء يعني اسعار. ومع انخفاض الدولار مع ارتفاع الدولار يعني ما بش عندنا هنا في اليمن حاجة اسمها ايش يهبط مع هبوطه ويرتفع مع ارتفاعه، ترتفع ما تهبطش. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم قد خرجنا نكتسي الأولاد والحمد لله قد لقينا الكسوة حقهم والبضاعة متوفرة، والحمد لله وعيد مبارك علينا وعليكم إن شاء الله، وجمعنا في كل خير إن شاء الله. بالنسبة للأسعار فهي مناسبة جدا جدا، واليوم هذه السنة أحسن من السنة الأولى في الأسعار. طبعا الأسعار الملابس ارتفعت بشكل يعني غير معقول، يعني بشكل جنوني. يعني نقول اول شيء يعني احتكار يعني من التجار انفسهم، ثانيا انه الازمه فرضت نفسها على المواطن. ايش نقول يعني، يعني يقول لك الظروف انت يعني تحكم انت باليمن.
البضاعة يعني مش متوفرة زي العام الماضي، يعني الفترة دي يعني بشكل أقل، والأسعار مرتفعة بشكل خيالي يعني ما تعقلش يعني. وبالنسبة للغلاء يعني في بعض الناس التجار الآن ما يتقوش الله، يعني شوف الأسعار بالسوق مش واحدة، يعني تجد في فرق من محل لمحل. وأنت مثلا إذا كانت القطعة مثلا 3000 ريال يجي يقول لك 6000 ريال، تكون سعرها النص، فهمت كيف؟ لذلك يعني مثلا شوف من محل لمحل أصلا ما فيش حكومة تضبط الأسعار، ولا يمكن لو أنت تشتكي ما فيش مكان تقدم عني شكوى ولا في، فهمت كيف؟ يعني تشوف في محل سعر القطعة هذه مبلغ وفي محل ثاني مبلغ آخر. بالنسبة للأسواق هذه الأيام يعني تعاني من ارتفاع في الأسعار، وهذا نتيجة انقطاع المشتقات النفطية والسوق السوداء هذا، وغلاء الأسعار وغلاء المشتقات النفطية من بترول وديزل وغاز. أيضا الخطوط، انقطاع الخطوط هذا يعاني منها الكثير، حيث الآن المسافر الذي يريد إلى صنعاء يقعد بدل ما كان يروح في 4 ساعات الآن يقعد 8 ساعات إلى 10 ساعات، فالشعب يعاني. أيضا يعاني هذا السنة أكثر من السنة الأولى، لأن دخل في حرب يعني مدتها أكثر من سنة ونص. الشعب الآن يعاني من غلاء الأسعار، يعاني من انعدام المشتقات النفطية، يعاني من كثير من الأشياء، وأيضا يعاني من انقطاع الخطوط الرئيسية التي كانت تربط صنعاء بمارب وتربط جميع المحافظات. والله البضائع الآن زي العام الماضي أقل. ليه؟ لأن أشوف أقول لك المواصلات، الآن الناس يعانوا من المواصلات أكثر من العام الماضي، حيث الآن لا يوجد معنا إلا منفذ واحد يعني عبر السعودية وعبر عمان، غير العام الماضي كان منفذين، الآن ماشي، الآن زحمة في الخطوط، فالبضاعة الآن في الأسواق يعني أقل من العام الماضي. اشتريت لي بدلة، اشتريت لي بدلة وصندل وجرام وفليب. Yeah.